يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من 1,187,000 شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من 1,158,000 شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 562,000 شخص. هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية.